ايه بالصغير. شكرا، إن يعني كل كلمة أقولها أفعل ذلك من أجلكم ولأجلكم. الآن قبل أن أذهب أود أن أقول شيئا. أعتقد أننا جميعا نتفق أن ميجا سيتي لم تشعر بالأمان كما الآن، وهذا بفضل شخص وحيد لم يأتي مثله من قبل. وأخيرا سيمنحنا بعض الفضل. أنا كما قلت لكم أفعل هذا من أجلكم. ماذا يا ناكر الجميل أيها ال... يا للهول، عادة ثانية. علينا أن نجد مكانا لنتحد بسرعة. لقد انتظرت فترة طويلة في الظلام كي أقوم بضرباتي. أجل أجل. هيا يا صغاري، حان الوقت كي تفتحوا عقولكم وتدعوا ملكة الشر تربيكم لكي تصبحوا جيشا من الأشرار يليق بالملك. حان وقت الهدم. تماسك. لقمة أتومك. ما الذي تفعله؟ لعبة البطل الخارق. لا بد أنك تمازحني. إنني جائع، أريد طعاما. أريد أن أشرب عصيرا في كوبي الكبير. سأجلب لك العصير، فقط امنحني لحظة. لا أفهم لما حولت الجميع إلى أطفال. عصيراً أو سأبكي. لا 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 لا، لا تبكي، لديك هذه الدمية، استمتع بها. كلا، أريد أن ألعب الغميضة. توقف الآن. قبل أن يراك أحدهم. هيا أمسك بي. انتباه انتباه أيها الصغار، ضعوا ألعابكم وإلا لن تلعبوا ثانية. جيد، جمعتكم لتساهموا ببناء عرش للتحكم بالعقول من أجل ملكتكم، وعندما تنتهون من عملكم هذا سوف تكافؤون بسخاء كبير. ستحصلون على الألعاب. اهدأوا، علينا الانتهاء من العمل. ما الذي تفعله؟ توقف عن ذلك. توقف عن ذلك. جوي، لما قمت بالرسم على الجدران؟ قمنا أنا وأباك بطلاء هذه الجدران. ماذا سأجيب؟ مهلا، ألم تقل البارحة إن علي أن أكون أكثر إبداعا؟ هذا بالضبط ما حذرتني منه تشيرلي والفتيات الأخريات في نادي الكتاب. لقد بدأت بالتمرد. لقد ظننت أنني أحسنت صنعا بتربيتك يا جوجو، ولكن يبدو أن علي قراءة كتاب التربية الجيدة وإعادتك إلى... لا تقلقي أمي، سأقرأه وأعرف بالضبط أين أسأت التصرف. كان علي أن أتصفحه من قبل. أي بي، احذر من أنا. عيناي. هيا ابقى هنا، لدينا عمل نقوم به. عمل؟ سأعمل راعي بقر. أسرع يا حصاني. هيا هيا. إذا ثبت عدم فعالية المحاولات المتكررة لتصحيح سلوك طفلك فيمكنك التفكير في جوي. صديقي جوي صديق. حسنا، كف عن المزاح، ستبقى وحيدا هنا وستبقى في غرفتك حتى تهدأ. مهلا، هذه غرفتي أيضا. هل تمازحني؟ حسنا، لن أحظى بأطفال أبدا. أخبار عاجلة على الطرق المتحركة. كلا، إن نظرك جيد ولا يخدعك. امرأة مسنة تطلق على نفسها اسم الملكة مايند بندر، وتقوم بتحويل أهالي ميجا سيتي إلى أطفال مشاغبين وثرثارين. مضى وقت طويل على نقلي للأخبار، لذا يمكنني القول يا قوم إن هذا الحدث فريد من نوعه. أحسنت صنعا بنقل الخبر أيها المذيع. هل تريد نقل الخبر الحصري لخطة العظمى؟ بالطبع أود ذلك، بالرسومات التوضيحية. أجل، إنه برنامج ريكس بوردو الحصري. هيا أخبريني بالمزيد.
بمجرد أن أقوم بتحويل جميع أهالي ميجا سيتي إلى أطفال، سأقوم بالسيطرة على عقولهم ليدافعوا عن ملكهم ضد أي أحد يتجرأ على معارضته. وفي عيد ميلادهم 18، أي عندما يصبحون راشدين مرة أخرى، سنعود للسيطرة على العالم. إنها خطة طويلة ومعقدة. والخبر الأخير، عندما أكبر حتما سأصبح نجما كبيرا ذا شارب كبير وعضلات قوية. وأنا أيضا. ما رأيك يا صغير أن نستخدم هذه القوة ضد الملكة مايند بندر؟ هل سنتمكن من الطيران؟ أجل بالطبع، هيا حان وقت أتوميك. هذا جيد، أنزلها للأسفل، اسحب بقوة أكبر. تصرف خاطئ، تذكر ماذا أخبرتك، ارتداء هذا الزي يعني أنه وقت أتوميك. لا، وقت الخيلولة، ليس قبل أن نوقف السيدة العجوز الشريرة. كلا، أي بي سينام الآن. كلا، أي بي سيساعد. لا. بلى. لا. بلى. لا 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 لا. من الذي يجرؤ على مقاطعة ملكته وهي تعمل بكد؟ أريد أن أنام ولكنه يرفض. هدوء. أي بي استيقظ، هيا أي بي. والآن سنبدأ بعملية بناء العرش الملكي والترحيب بالملك. عندما تستيقظ سننقذ المدينة. هيا غني لي لكي أنام. جوي، هل تريد اللعب بألعابي؟ ليست لعبة، انتبه، إنها شيء ذو قيمة. حسناً حسناً، يمكنك اللعب بها، كن حذراً. أجل، انظر ماذا رسمت. ألم تكن نائماً؟ دمية ظريفة. مثلجات. من يريد المثلجات؟ لا تستمعوا لاختباري عندما يمنعوكم عن تناول المثلجات. اتبعوني وسأبدأ بطولكم بالمثلجات. لن تتناولوا أي شيء، تعطيكم إياه هذه السيدة المخيفة. مثلجات. كلا كلا كلا، لدي الحل. أجل، دعوني أجلب صديقي أتوميك بابيت وسنذهب لتناول المثلجات. انظروا إلي، إنني بطل خارق. هل وصلنا؟ لا. هل وصلنا؟ لا. أريد الذهاب إلى الحمام يا أتوميك بوبيت. وأنا كذلك. كيف ذلك وأنت مجرد دمية؟ مع هذا أخبرتك أن تذهب قبل أن نخرج. لا يهم، فأنا لوثت ملابسي. أجل أجل، أراكم جميعا متحمسين، أليس كذلك؟ من يريد تناول المثلجات؟ عليكم الانتظار بعض الوقت، بمجرد أن ننهي رحلتنا للمنزل أعدكم أن تتناولوا المثلجات. هذا يكفي، هدوء. لقد أمرتكم، هدوء. حسناً يا صغار، ابقوا هنا، لقد سمعت أن جوي ذهب لشراء المثلجات. مرحا. حسناً يا صغار، تذكروا الاتفاق، عندما تفعلون ما اتفقنا عليه هذه المثلجات سوف تكون لكم. اثبتوا، استعدوا، انطلقوا. أحسنتم يا صغار، سيصل ملكنا قريباً، وعندما يأتي يجب أن نطيعه. هذا يكفي، أمرتكم بالهدوء. من الذي يجرؤ على فعل هذا؟ سأعلمكم درساً أيها الصغار. من فعل هذا؟ سيد جوي، التزم بالصف وافعل ما أمرك حالاً. ماذا؟ هل ستعاقبينني؟ أمسكتها. أحسنتم يا رفاق، لنرميها على الكرسي الآن. كلا، لقد فعلت كل شيء بشكل صحيح، لكن ذلك الصبي الأحمق قد تدخل ليدمر خطتي. لست جاهزة بعد، يلزمك تدريب. أجل، إنك على حق، بالتأكيد تعاليمك ستزيدني قوة وحكمة، ومن ثم سوف أعود لكي أدمر جوي. واو، هل تعرفها؟ من؟ أنا؟ لا، إنها تقصد ولداً آخر بكل تأكيد. كما تريد. أوه، ما هذا؟ علي تغيير سروالي. يبدو أننا هزمنا مايند بندر شر هزيمة.
وقفة النصر. هل تذكر شيئاً أي بي؟ كلا. حسناً، سأخبرك بكافة التفاصيل بمجرد أن ينتهي الصغير من قيلولته. مهلاً، ماذا؟ لا تقلق، سأغني لك أغنية لتنام كما طلبت بالضبط. هاي، كف عن معاملتك طفل.